أن أقدم لكم الأخوة الأعضاء الذين والأخوات الذين شاركوني في هذه القافلة، ولكن على رأسهم أخت كانت في التسعينات ملكة جمال جنوب أفريقيا، وهي من الأخوات البيض الغير مسلمات. في العام الماضي مثل هذا الشهر بدأت معنا في موقعنا الإلكتروني والفيسبوك، وفي خلال سنة عندما بدأت معنا لا تعلم أي شيء عن فلسطين. الآن خسرت جميع أصدقائها وأهلها لأنها وقفت وقفة الأحرار مع فلسطين. وفي خلال سنة استطاعت أن تغير عقلية 15,000 أجنبي أمريكي وبريطاني من كل أنحاء العالم للوقوف لفلسطين. وعندنا الآن بفضل الله عز وجل وعملها الجاد 50,000 يدخلون صفحتنا كل أسبوع أسبوعيا. والآن وبهذا الحضور الكريم فإنها لتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هنا في هذه الجامعة الكريمة. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. You repeat behind me in English, then I say it in Arabic. I bear witness. I bear witness that there is no worthy to be worshipped. That there is no worthy to be worshipped except Allah. Except Allah. And I bear witness. And I bear witness that Muhammad. That Muhammad. His messenger. His messenger. أشهد. 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 أن. أن. لا إله. لا إله. إلا. إلا. الله. الله. وأشهد. وأشهد. أن محمدا عبده ورسوله ورسوله. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. أخت فقدت عائلتها، فأظن اليوم أنها استبدلت بعائلة أكبر منها إن شاء الله تعالى. دكتور وليد was telling us that you lost your close family and today you've been replaced with this family. You are welcome to be part of our 1 billion people of Muslims in this world.